الكرام، أن أبدأ مع الدكتور أحمد المجدلاني. هناك بعد سياسي وآخر أيديولوجي تسير بينهما الحكومة الإسرائيلية. دكتور أحمد، وفق هذين البعدين كيف نفهم ما تريده إسرائيل من الضفة في هذه المرحلة؟ منذ اليوم، منذ الآن، وإنما منذ عام 1967 كان هو ضم الضفة الغربية، وكل ما يذكر مشروع آلون بعد احتلال الضفة بعدة أشهر الذي تحدث عن ضم شريط الأغوار وبعض المناطق في الضفة الغربية، وبعد ذلك أجري تعديلا على مشروع آلون عام 1970، وبالتالي مشروع ضم الضفة الغربية هو المشروع الاستراتيجي للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، ويحمل هذا الضم أو المشروع ثلاثة عناصر أو ثلاثة أبعاد رئيسية. هناك بعد أيديولوجي ديني يتصل بالفكر التوراتي للقوى الدينية الإسرائيلية، والأمر الثاني هو البعد الاستراتيجي التي تعتبر الاستراتيجيين الإسرائيليين أن أم الضفة الغربية يشكل العمق الاستراتيجي لإسرائيل، وخاصة أن هناك مناطق رخوة على حدود الضفة الغربية، لا يعني مسافتها حوالي 13 كيلومتر لوصولا للبحر، وخاصة في منطقة قلقيلية. أيضا والبعد السياسي المتمثل بسياسة التوسع والضم الإسرائيلية التي يعني كان أحد أهداف حرب عام 1967. بدون شك هاي العناصر الثلاثة هي اللي بتشكل الاستراتيجية الإسرائيلية بنظرتها للأراضي الفلسطينية، وربما هذه الحكومة تختلف عن الحكومات السابقة، حيث أعلنت عند تشكيلها في أكتوبر عام 2022 أنها صاحبة مشروع. نعم، سنتعرف معا سيد أحمد المجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ما تختلف فيه هذه الحكومة الإسرائيلية المتواجدة حاليا عن سابقاتها من حكومات ذهبت لسدة الحكم في إسرائيل؟